بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مطلوب رسم الرسمتين دول إن شاء الله. لكل رسمة مطلوب رسم 3 مساقط: المسقط الأمامي الإليفيجن، المسقط الرأسي البلان، المسقط الجانبي السايد فيو. طيب هنرسم الرسمتين دول في نفس اللوحة إن شاء الله، يعني هنقسم اللوحة نصين، نص للرسمة الأولى ونص للرسمة الثانية إن شاء الله. طيب هنبدأ بالرسمة الأولى. زي ما احنا شايفين البعد ده كده 60 والجانبي 34، وبالتالي هيكون اتجاه الإليفيجن هو الاتجاه ده. طيب الرسمة في الحالة دي متماثلة، يعني لو بصيت للسايد فيو من اليمين هو نفسه لو بصيت له من اليسار. يبقى انت دلوقتي ينفع ترسم السايد فيو يمين الإليفيجن أو يسار الإليفيجن. ليه؟ لأن الشكل متماثل، النظر ليه من جهة اليمين زي النظر من جهة اليسار، وبالتالي يمكن الرسم بالطريقة دي: نرسم الإليفيجن وأسفل منه بلان، واليمين السايد فيو. يبقى تقسيمة الرسم هيكون الفيجن ناحية اليسار، أسفل منه البلان، وعلى اليمين سايد فيو. طيب نستنتج مجموعة من المقاسات قبل ما نبدأ. البعد ده كله 60 ملي، منه الجزء ده 40. طيب سمك الحائط ده 8، يبقى زيه ده كده 8، يبقى الفراغ ده كام؟ 40، اطرح منه 16 اللي هي 8 و8، يبقى الفراغ ده هيبقى 24، اللي هو 40 ناقص 16 يبقى 24. طيب الارتفاع ده 7، والارتفاع ده 7، والارتفاع من هنا 7. طيب ارتفاع الرسم كله، من الأول للآخر هنا 64. 64 لو أنا طرحت منه 7 هيبقى الجزء الرأسي ده اللي هو من هنا إلى هنا 57. كل المقاسات دي هنحتاجها، لذلك بنحسبها قبل ما نبدأ الرسم. طيب هنبدأ نرسم الإليفيجن إن شاء الله. لما أنت تنظر في الإليفيجن هتشوف الوجه ده، هتشوف الشكل ده كده اللي هو يشبه حرف الإن، يعني جزء أفقي ورأسي وجزء أفقي وجزء رأسي وجزء أفقي. وهنشوف فوقيه الجزء ده، هيظهر مستطيل هنا وتظهر الدايرة دي، لكن الدايرة دي تكون مختفية فتظهر كخطين داش. طيب هنبدأ نرسم الإليفيجن اللي هو شكل حرف الإن زي ما احنا قلنا. طيب نبدأ من هنا كده بحيث الإليفيجن يكون موجود وفيه فوقيه جزء فراغ، وكذلك هيبقى البلان وتحتيه جزء فراغ. يبقى احنا نبدأ كأني ببدأ من منتصف، اللوحة. نشوف الارتفاع ده، كام، وتقريبا أبدأ من منتصفه أو فوق المنتصف بشوية، يعني أبدأ من فوق المنتصف بشوية وأسيب من ناحية اليسار كده مثلا مسافة 3 سنتي. يعني نبدأ من النقطة دي، يبقى تقريبا في ناحية اليسار كده 3 سنتي كافية. التلاتة سنتي دي كافية إن أنا أكتب فيها أبعاد الرسم واخد خط اللي هو برواز اللوحة. طيب قلنا عرض الرسم 60، 60 يعني من 2 هنا إلى 8. طيب الجزء ده لما يبقى 24 من 60، يعني 24 اتبقى من 60 36، يبقى الجزء ده 18 والجزء ده 18. طيب الارتفاع لأعلى قلنا 57، يعني 5.7. اهي
كده انا رسمت الشكل من الداخل، هرسم الشكل من الخارج. قلنا ارتفاع الجزء ده 7 وده برضو ارتفاعه 7، والعرض ده 8 وده 8. يبقى اخد على الارتفاع كده 7 الاعلى، ومن هنا برضو 7 الاعلى، والعرض اخد 8 ملي و 8 ملي. عرض الجزء اللي فوق 7، ممكن بقى نمسح الزيادات ونتجل بقية الخطوط. كده رسمنا الجزء اللي هو حرف الN ده، باقي المستطيل اللي هو اللي فوق. طيب المستطيل اللي فوق ده ارتفاعه 7 وعرضه 26. طب العرض 26 نجيبه ازاي؟ نقيس العرض ده كله. العرض ده كله 4، 4 لما اخد منه 2.6 يتبقى 1.4، يعني كأنه ياخد من اليسار كده 0.7 ومن اليمين كده برضو 0.7، واطلع بخطين رأسي وقيس عليهم 0.7. ده كده اللي هو الجزء اللي موجود فوق هنا. طيب داخل الجزء العلوي ده دايرة، لكن الدايرة هتكون مختفية لان هي محفورة داخل الشكل. طيب الدايرة دي قطرها كام؟ قطرها 14، يعني احدد السنتر لاين الاول وبعدين اخد 7 و7. السنتر لاين موجود هنا اهو، اخد بقى 7 كده و7 كده. السنتر لاين دايما بخليه خط سنتر، اللي هو سنتر لاين اللي هو عبارة عن خط ونقطة خط ونقطة وهكذا، انما الدايرة طالما مختفية تبقى خطوط داش كده. طيب كده اكون خلصت الاليفيجن. ممكن اكتب عليه الابعاد، الجزء ده اللي هو قطر الدايرة اكتب عليه فاي 14، القطر او عرض الجزء العلوي ده كله 40. الابعاد من تحت المسافة دي احنا حسبناها 24 اللي هي الفراغ. العرض كله 60، 60 ملي يعني 6 سنتي. الارتفاعات ده 7 والارتفاع كله 64، يبقى ده كله، يبقى الجزء ده يبقى 57، مجموع 57 و7 يبقى 64. ارتفاع الجزء العلوي ده 7. طيب كده احنا رسمنا الاليفيجن ووضعنا عليه الابعاد.
طيب تعال نشوف البلان. لما انا بنظر للبلان هشوف المستطيل ده، واشوف المستطيل زيه الناحية التانية، واشوف المستطيل العلوي ده وداخله مستطيل اصغر وداخله دائرة. طيب لما ببدأ ارسم الحدود الخارجية. الحدود الخارجية هو عبارة عن مستطيل 60 في 34. 60 اللي هو العرض كله، لان الخط ده زائد الخط ده زائد الخط ده مجموعهم كله 60. يبقى حدود البلان هو مستطيل 60 في 34. طيب اخد امتداد الالفيجن كده، ده كده امتداد الالفيجن اللي هو مكان البلان. طيب اقول مثلا ادي ابدا البلان من هنا، وعرض البلان قلنا 34، يعني 3.4، 3 سنتي و4 ملي. يبقى المستطيل ده هو حدود البلان من الخارج، دي الحدود الخارجية. داخل الحدود الخارجية يوجد مجموعة من التفاصيل. طيب تعال نشوف التفاصيل. عند الخط ده في خط سوليد. ليه؟ لان انا وانا بص من فوق انا شايف المستوى ده، انا شايف هنا مستطيل. يبقى ارسم الخط ده وارسم خط زي الناحية التانية، يبقى اثبت المثلث على مقابل الخط ده واخد خط كده، وكذلك مقابل الخط ده وارسم خط سوليد كده. طيب كده انا اظهرت المستطيل ده واظهرت المستطيل ده. طيب من تحت في خط هنا ماشي لجوه وفي خط هنا ماشي لجوه، لكن مختفي لان انا وانا بص من فوق مش شايفه. يبقى اظبط على قصاد الخط ده والخط ده واخد خطين داش. يبقى على قصاد الخط ده اخد خط داش، وعلى قصاد الخط ده برضه اخد خط داش. لازم كل خط تحتيه خط مقابل ليه، ما ينفعش يترحل عنه ولو ملي واحد. طيب كده انا رسمت اسقطت الجزء اللي هو حرف الان. طيب تعال نشوف الجزء اللي هو ده كده يترسم ازاي، اللي هو الجزء العلوي يترسم ازاي. بالنسبة لأبعاده رأسيا، أبعاده رأسيا هو على امتداد، يعني أظبط على أوله من هنا واخد خط عمل كده، وعلى آخره من اليسار واخد خط عمل كده. طيب هو عرضه كام؟ هو عرضه كده 22. طيب هقسم الجزء ده نصين كده، اللي هو ال 3.4 نصها هيكون 1.7، واقول ده كده منتصف الرسم. ده كده منتصف الرسم، خط خفيف كده، ده كده منتصف الرسم. وقصاد السنتر لاين من فوق هيكون ده برضو. ليه انا بعمل كده؟ عشان احدد مكان المركز. ده كده مكان مركز الدايرة. طيب الدايرة دي قطرها كام؟ قطرها 14. ممكن ارسمها ال 14 ارسمها بمسطرة الدوائر، لكن انظر الاول فين ال 14؟ ال 14 هي الدايرة دي. فاظبط الدايرة دي على اظبط المحاور الافقية والرأسية على المحاور اللي انا رسمتها، وارسم الدايرة كده. يبقى انت لما تبص من فوق هتشوف الدايرة بشكلها الحقيقي بالشكل ده. طيب الجزء المستطيل العلوي ابعاده كام؟ قلنا ابعاده 22، يعني ناخد من السنتر كده 11 لفوق و11 لتحت. طيب وبكده اقفل المستطيل ده. يبقى كده انا الجزء اللي في الوسط ده والدايره هو عباره عن الجزء العلوي اللي موجود فوق الرسم من هنا كده. طيب
باقي بعد كده نحط على احط الابعاد، نحط ابعاد الرسم. الجزء اللي في النص ده بعده 26، عرض الرسم كله 60، البعد الجانبي ممكن اكتب بعد الداخلي ده للجزء العلوي اللي هو انا اسقطته هنا بعده 22، وعرض الرسم كله 34، ونكتب عليه ده كده البلان، وده كده إليفيجن. طيب السايد فيو هيترسم، قلنا ان ممكن نرسمه ناحية اليمين او ناحية اليسار لان الشكل متماثل. طيب لما انا بنظر من ناحية على السايد فيو هشوف مستطيل، والجزء ده مستطيل تاني، ابعادهم كام؟ ابعادهم عرض 34 في ارتفاع 64 زائد مستطيل صغير موجود فوقيه. طيب السايد فيو قلنا بناخده نرسمه على محاذاة الاليفيجن، يعني ناخد محاذاة الاليفيجن كده اخد المسافة اللي هي ما بين الالفيجن والبلان، ادي كده النقطة دي، وعرض البلان وعرض السايد فيو زي عرض البلان 3.4. طيب يبقى ده كده هقفل المستطيل اللي قلنا المستطيل الخارجي اللي هو حدود السايد فيو، برسم الحدود الخارجية الأول وبعد كده أرسم التفاصيل داخل. أدي الحدود الخارجية، لما أنا بنظر هنا هشوف مستطيلين، مستطيل الصغير اللي تحت والمستطيل الكبير اللي فوق، لكن مجموعهم 34 في 64. في مستطيل تحت، في خط هنا سوليد لكن الخط مقابل للنقطة دي يكون داش، يبقى أنا قصاد الخط ده هيكون خط ظاهر، وقصاد ده لأنه ده مختفي جوه هيكون خط مختفي، يبقى هنا كده أخد خط داش كده. طيب الجزء اللي فوق أخد ليه محاذي كده وأرسمه بنفس الطريقة اللي أنا رسمت بها الجزء ده، يعني حدد المنتصف الأول، فين منتصف الرسم اللي هو عند نص ال 34 اللي هو عند 17، وال 17 آخد بقى منها 7 يمين و 7 يسار اللي هو القطر، وبعدين آخد عرض الرسمة اللي هو 26 يعني 13 و 13. يبقى من الـ اليمين واليسار اخد خط سوليد، ومن الخط المنتصف اخد اعمل خط سنتر اللي هو خط ونقطة، ومن الدايرة ابينها بخط داش كده، وابين اخر رسم من فوق كده. كده يبقى انا خلصت السايد فيو، كده يبقى انا خلصت السايد فيو. باجي نحط عليه الابعاد، الجزء ده 7 والجزء ده 7، 7 و7 14 ومجموعهم 64، يبقى الجزء ده 50، عشان يبقى مجموع 50 و14 64، والجزء اللي فوق ده عرضه هو كمان 7. ممكن اشاور على البعد، ممكن اشاور على ده كده فقط واقول 64. طيب العرض 34 واكتب عليه سايد فيو.
طيب كده انا خلصت الرسمة الاولى، ممكن اسيب بعدها جزء فراغ كده، وبعدين اسوي خط كده اللي هيفصل ما بين الرسمة الاولى والرسمة التانية. كده خلصنا الرسمة الأولى وعملنا فاصل عشان بعد كده هنرسم الرسمة التانية. طيب الرسمة التانية تعال نشوف الأبعاد، البعد ده 42 وده 36، يبقى الإليفيجن هو الاتجاه ده، يبقى الجزء ده هو الإيه؟ هو الإليفيجن. طيب والسايد فيو هو الاتجاه ده، تمام. طيب يبقى معنى ذلك ان انا عندي الاليفيجن، انا بنظر دلوقتي من يمين، يبقى السايد فيو هيكون في اليسار، يبقى ارسم اليفيجن وعلى اليسار كده سايد فيو، وده كده بلان. طيب يبقى ممكن ابدا ارسم اليفيجن او البلان عادي. طيب ممكن نبدا نرسم السايد فيو. لما انت تبص من السايد فيو هتشوف الجزء ده اللي هو زي حرف اليو كده، وبعدين بقيت الرسمة من فوق. طيب لو انا قلت الحدود الخارجية هو عبارة عن مستطيل عرضه 36 وارتفاعه 70، زائد في جزء من هنا مثلث وجزء من مثلث، لكن ممكن ابدأ ارسم الاول الحدود الخارجية 36 في 70، 36 في 70. طيب هسيب من هنا 2 سنتي كده ناحية اليسار بعيد عن الفاصل، وبعدين ارسم 36 في ارتفاع 70. سبعين يعني 7 سنتي. طيب اعلم علامة كده على 70. خلي بالك انا دلوقتي برسم السايد فيو، بحدد بس مكان السايد فيو. طيب السايد فيو زي ما احنا شايفين في الرسم هو اخره من هنا مش عدل كده، لا في جزء مثلث مقطوع كده. طيب الجزء ده ابعاده كام؟ هنشوف دلوقتي. الجزء اللي في النص العدل ده 22، 22 من ال 36 يتبقى 14، يبقى الجزء ده فيه هنا 7 و7 وبعدين النزول 9، يبقى اخد من هنا 7 ومن هنا 7 والنزول من هنا 9 ومن هنا 9. 9 مللي يعني 0.9، ومن هنا برضو 0.9، وبعدين اخد المثلث اقفل ده مثلث كده، والجزء ده برضو مثلث كده، يبقى انا ارسمه عدل الاول وبعدين احوله لمثلث يظهر بالشكل ده. طيب باجي بعد هنا الجزء ده اللي هو زي حرف اليو، الارتفاع ده 7 والعرض ده كده 7. طيب على ارتفاع 33، يبقى على ارتفاع 33 3.3 وبعدين اخد الجزء اللي تحت ده على ارتفاع 7 برضو، وحدد برضو على ده 7 كده و7 كده،
يبقى انا كده برسم جزء حرف اليو اللي هو موجود في الشكل، بسوي له اسقاط. طيب يبقى انا كده رسمت الجزء ده اللي هو كأنه حرف يو. طيب تعال شوف هنا، لما بنظر كده انا شايف 3 دوائر، دايرة فوق ودايرتين تحت. عشان ترسم الدوائر لازم الاول تحدد المركز، وبعدين نشوف نص القطر. نص قطر الدوائر دي فاي 8، يعني نرسمها بقطر فاي 8. طب اول مركز على ارتفاع 9 من فوق، يعني على قصاد النقطة دي كده، يبقى ده كده مكان المركز الاول. طيب المركز الاول موجود في النص، يعني المسافة اللي فوق دي اللي هي قلنا 22، باخد نصها كده يعني 11، ويبقى ده كده مكان المركز الاول. يبقى النقطة دي كده هي مكان المركز الاول. طيب المركز الثاني على بعد كام؟ على بعد 10، يعني المركز الأول على بعد 9 من فوق، المركز التاني على بعد 10، يعني على بعد 1 سنتي. أنزل من المركز ده كده 1 سنتي، وبعدين البعد ما بين المركزين 18، يبقى يبعدوا عن السنتر 9 و9. يبقى حدد كده على المركز، حدد المركز الأول على بعد 9 ملي وعلى بعد 9 ملي. طيب يبقى النقطة دي هي مركز الدايرة الثانية، ودي مركز الدايرة الثالثة. طيب كده أنا حددت المركز، الدايرة اللي فوق والدايرتين اللي تحت. باجي بعد كده الرسم نفسه، رسم الدايرة نفسها. طب الدايرة دي قطرها كام؟ قطرها فاي 8. يا إما ترسمها بالفرجال تفتح نص القطر 4، وده هيكون صعب جدا لأن أنت مش هتعرف تتحكم في الفرجال لو هو أنت بتعمل ترسم قطر 8، لكن الأسهل هنا بالدوائر، الدايرة ال 8 اللي هي دايرة مكتوب جنبها فاي 8. طيب نرسم كده، نصب كده الدايرة الأولى على المركز، واسوي الدايرة الأولى، وبعدين أظبط على المركز الثاني واسوي الدايرة الثانية، وبعدين أظبط على المركز الأول واسوي الدايرة الثالثة. يبقى كده أنا رسمت الثلاث دوائر. طيب كده السايد فيو اعتبر أنا انتهيت منه، ممكن احط عليه الابعاد. البعد ده كده 7 و7، وهو كله 34، يعني هيكون اللي في النص ده 20، والمجموع 34. طيب الارتفاعات الجزء ده 7، والارتفاع كله 33، يبقى ده يبقى 26. طيب 33 والارتفاع كله 70، يبقى الجزء ده هيكون 37، والارتفاع كله اكتب عليه 70، اللي هو ارتفاع الرسم كله 70 ملي. خلاص كده انتهينا من السايد فيو. طيب قلنا الاليفيجن على امتداد السايد فيو، يعني اخر من اخر نقطة من تحت اخد خط عمل، ومن اخر نقطة من فوق اخد خط عمل. ده كده مكان الاليفيجن. طيب ابدأ مثلا الاليفيجن من النقطة دي كده، واقول عرض الاليفيجن كام؟ عرض الاليفيجن 42. لما انا بنظر الاليفيجن هشوف الشكل الجانبي ده كأنه حرف ال كده. عرضه من تحت 42، يعني 4.2، طيب الارتفاع حرف ال ده منين؟
اجيبه من ناحية اليسار من السايد فيو. طيب عرض الحائط الرأس ده 7 ملي، اخد عليه ده كده 7 ملي. طيب كده انا رسمت الجزء اللي ظاهر فعلا على شكل حرف ال. هنا كده في المثلث ده هيبان كأنه خط على قصاد ده، كده هيبان خط سوليد. طيب الدوائر هي مختفية داخل الجزء الرأس ده، لذلك هيبان قصاد كل دايرة خطين داش. يعني قصاد الدايرة اللي من فوق دي اخد خط داش من أعلى، وقصادها من أسفل خط داش. طيب وقصاد الدايرتين دول برضو لتحت، طبعا الدايرتين هينطبقوا على بعض في الإليفيجن، أدي خط داش وأدي خط داش، وقصاد السنتر أساوي خط سنتر، منساش خط السنتر. طيب كده يبقى أنا رسمت الدوائر. طيب الجزء ده كده فيه هنا خط كده وهنا خط كده، دول هيبانوا خطوط داش. ليه؟ لأن الواجهة دي مغطية عليهم، يبقى يبانوا كده خط داش يعني خط منجط، والخط ده ينزل كده خط منجط برضه. طيب كده كنا احنا رسمنا الإليفيجن، ممكن نحط عليه الأبعاد. البعد ده 7 وكله 42، يبقى ده كده 35 ومجموعهم 42. طيب الارتفاعات، ده 7 وده 26، مجموعهم 33. طيب والارتفاع ده كله 70، يبقى 33، يبقى الجزء ده 37. والارتفاع الإجمالي 70. طيب البلان دلوقتي هيترسم تحت المسقط ده ولا تحت ده؟ لا، البلان دايما بيترسم تحت الإليفيجن، يبقى تحت الإليفيجن اخد من اخره من اليمين واخره من اليسار خطوط عمل، البلان هيظهر ازاي؟ هيظهر حدوده الخارجية مستطيل 36 في 42، 36 في 42. هاخد المسافة اللي ما بين الإليفيجن والسايد فيو، واخد زيها بين الإليفيجن والبلان. طيب وبعدين هاخد المسافة دي، قلنا المسافة دي كده 36، 3.6 ده كده الحدود الخارجية. قلنا بنرسم الحدود الخارجية وبعد كده بنرسم التفاصيل الداخلية. طيب التفاصيل الداخلية قصاد الخط ده كده هيكون في خط، وبعد كده على بعد 7 من هنا في خط، وعلى بعد 7 من هنا في خط. اخد 7 من هنا، 7 ملي و7 ملي، و
وهنا في مستطيل. طيب داخل المستطيل ده قلنا على بعد 22، يبقى من 36 14 على البعد 7 و7، اخد خط يعني قصاد ده كده، المفروض هيبقى فيه خط كده. وهنا يكون في خط. طيب تعال الدوائر، الدوائر دي هتظهر فين؟ الدوائر دي هتظهر خطين داش عند كل دايرة. طيب مكانهم فين؟ بقسم بجيب مركز الدايرة الأولى الأول، مركز الدايرة الأولى الأول على بعد 1.7، وبعدين اخد نص قطر الدايرة، انا اخد 4 و4، طيب مركز ال، يبقى دي كده الدايرة الأولى، ادي خط السنتر، وادي خط داش، وادي خط داش، يبقى انا كده رسمت اسقطت الدايرة الأولى. طيب الدايرة الثانية من المركز ده في مركز الدايرة الأولى ومركز الدايرة الثانية على بعد 9 و9، يبقى هينطبق على الخط ده والخط ده برضو. الخط ده هاخد منه نص قطر الفوق ونص قطر التحت، يعني 4 و4، وهنا برضو هاخد 4 و4، واسوي خطوط داش. يبقى اللي فوق دي الدايرة اللي فوق، واللي تحت هي الدايرة اللي تحت. يبقى انا دلوقتي عندي 6 خطوط منقطين، كل خطين يمثلوا دايرة، يعني دي دايرة تظهر فوق، ودي دايرة في النص، ودي دايرة تظهر تحت. الدايرة اللي فوق دي الخطين الداش اللي فوق يمثلوا الدايرة دي، واللي في النص الخطين الداش اللي في النص يمثلوا الدايرة دي، والخطين الداش اللي تحت يمثلوا الدايرة دي. باجي نحط الأبعاد، ده 7 وده 35، يبقى المجموع 42. طيب الأبعاد الجانبية، ده 7 وده 7، يبقى الجزء اللي في النص 20، لأن المجموع كله 34. طيب الجزء اللي هنكتب على المسقط ده كده بلان، وده إليفيجن، وده كده السايد فيو، تمام. باجي بعد كده إن احنا نظبط شكل اللوحة، بقى نعمل برواز من فوق، يعني على بعد مثلا 1.5 سم كده ناخد خط، وعلى بعد مثلا 1.5 سم من أسفل مثلا ناخد خط، ومن الجانب برضو على بعد 1.5 سم ناخد خط كده. في لوحات بتبقى موجودة وفيها الداير ده موجود اوريدي، لو موجود خلاص، لو مش موجود انت بترسمه، تاخد 1.5 سم من حدود اللوحة وترسم برواز، وبرضو الخط المنتصف ده اكمله اللي هو بيفصل الرسمة الاولى عن الرسمة التانية. طبعا زي ما قلنا اهم حاجة تقسيم المقاسات، يعني ما تسيبش هنا مسافة كبيرة، مسافة كبيرة في اليسار، لو الرسمة دي جت اليمين الجزء المتبقي هيكون غير كافي لرسم الرسمة اللي جهة اليمين. لو انا بدأت بالرسمة دي وسبت هنا فراغ كبير، الرسمة دي هتعدي نص اللوحة، وبالتالي الجزء المتبقي هيكون صغير لا يكفي الرسمة للرسمة التانية. يبقى نبدأ هنا بس نسيب في حدود 2 سم 3 سم، دي تكون مسافة كافية. كتبنا فيها الأبعاد ورسمنا برواز اللوحة، برضو المسافة دي كافية، كتبنا فيها الأبعاد ورسمنا برواز اللوحة، وفي تناسق
في ابعاد الرسم. الرسمه الاولى ما تخليهاش طالعه لفوق قوي، لان انت لو بدات من هنا بعد ما ترسم المسقط هتلاقيه طلع بره اللوحه، فتضطر تمسح تاني وتنزله لتحت شويه. فانت تشوف ارتفاع الرسم كان كام. ارتفاع الرسم تقريبا كان 7 سنتي، يبقى ما ينفعش ابدا في مسافه يكون الجزء المتبقي اقل من 7. لا، انا عايز 7 سنتي الرسم، خليها 7 مثلا و5، يبقى ابدا على يعني قيس 12 من فوق وبعدين ابدا. لازم نخلي بالنا من تظبيط المقاسات، لان انت ممكن تبدا ترسم وتبذل مجهود كبير وبعدين تلقى نفسك ان انت بدات من مكان الخطا، فترجع تعيد تاني. عشان تعيد تاني هتضيع وقت في البداية في الرسم، وبعدين تضيع وقت تاني في مسح الرسم، وهكذا. ده كل وقت ضايع. يبقى بالتدريب اعرف ابدأ ازاي اسيب فراغ، ازاي ابقى اسيب فراغ من فوق بحيث يكفي الرسم والفراغ اللي فوقيه، وهكذا. ما ابدأش من تحت جدا او من فوق جدا، وما ابدأش من ناحية اليسار قوي او من ناحية اليمين قوي، وهكذا. وكده نكون خلصنا اللوحة، والسلام عليكم ورحمة الله.